السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من أكاديمية بيبرو تريدر، وفيديو اليوم إن شاء الله هنلقي نظرة سريعة على بورصة الكويت أو على المؤشر العام لبورصة الكويت، وأيضا على فرصة استثمارية معانا في السوق الكويتي. طيب، بالنسبة للمؤشر العام للسوق الكويتي بيتداول حاليا أو تداولاته خلال اليوم حول مستويات الـ 6.6314 بعد عملية مارك اب قوية بيتداول فيها المؤشر منذ شهر مارس تقريبا إلى الآن. بنشوف عملية صعود على الترند الصاعد اللي بيتداول عليه، بنشوف عمليات صعود قوية مع بعض التصحيحات البسيطة. يمكن أقوى تصحيح شفناه كان اللي حصل في شهر سبتمبر، لما شفنا إعادة اختبار لمستويات الفليب زون والقمة الأخيرة حول مستويات 5910. الملاحظ في الفترة الأخيرة إن إحنا مع الوقت بنبتدي نكون قمم جديدة ثم نعيد اختبار القمة السابقة. نفس السيناريو حصل هنا، يعني هنا بعد اختراق المنطقة دي طلعنا كوننا قمة جديدة ثم عدنا اختبار، حصل هنا كوننا قمة جديدة ثم عدنا اختبار القمة السابقة، ثم حصل تكوين قمة جديدة ثم تكوين القمة الأخيرة. التصحيح العميق ده جاء نتيجة ان احنا كان عندنا نوعا ما القمة اللي بيعاد اختبارها كانت بعيدة، يعني التصحيح كان متساوي مع الموجة الصعبة القوية اللي حصلت، وشفنا هبوط قوي ثم صعود سريع جدا، وتم تكوين قمة جديدة حول مستويات ال 6453، ثم بدأنا الموجة التصحيحية المتعارف عليها خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للسلوك السعري للمؤشر العام الكويتي. طيب، لو ألقينا نظرة سريعة كده هنلاقي إن احنا أقوى مستويات بتقابلنا خلال تداولات الفترة القادمة أو للمؤشر بشكل عام هي مستويات ال 6723 لمستويات ال 6800. من وجهة نظري دي أقوى مستويات بتقابله في الفترة الحالية، المستويات اللي كانت بداية الجاب السفلي الهابط للموجة السعرية الرئيسية الهابطة، وفي نفس الوقت كانت قمة قديمة حول المستويات دي. فأعتقد إن بشكل عام هيستكمل المؤشر العام للسوق الكويتي نفس السيناريو لحين الوصول للقمة دي، وبعدها نبتدي نشوف تغير في السلوك السعري للسوق الكويتي. فبشكل عام اتوقع استمرار عمليه الهبوط البسيط خلال الفتره الحاليه لاعاده اختبار القمه المتواجده حول مستويات 6244، ثم بدايه موجه صاعده جديده اعتقد ان هي تستهدف مستويات 6723. لكن حتى الان ما زال امامنا بعض الهبوط البسيط لاستكمال اختبار مناطق الفليب زون ثم استكمال عمليه الاتجاه الصاعد. فده بصوره سريعه نظره سريعه على المؤشر العام للسوق الكويتي. طيب، هنروح حاليا عفوا السهم اللي هنتكلم عليه كفرصه استثماريه خلال جلسه اليوم ان شاء الله. عفوا، طيب احنا هنتكلم على بنك بركان والفرصة للتداول عليه خلال تداولات الفترة القادمة. انا شايف ان هي فرصة استثمارية مميزة جدا في الوقت الحالي. احنا تداولات سهم بركان وصلت لمستويات ال 221. تعالوا نشوف كده تداولاته خلال الفترة الأخيرة كان شكلها عامل ازاي. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ان احنا كان عندنا تداولات على هيئة نموذج مثلث هابط، في نفس الوقت دي بيمثل لنا مناطق التجميع بعد عملية مارك داون قوية جدا للسهم من مستويات ال 358. كوننا القاعان حول مستويات ال 181، بعد كده ابتدينا نشوف تصحيحات قويه ثم هبوط، شفنا بعد كده نموذج سبرينج ممتد حول المستويات دي، وكان عندنا نقطه اللاست بوينت اوف سبورت حصلت حول مستويات ال 210 بعد اختراق نموذج المثلث الهابط خلال الفتره الاخيره، ثم تم استكمال عمليه الصعود بقوه لاختراق او تم اختراق مناطق الاكيوميشن بشكل عام. طيب، مناطق الاكيوميشن بنعرف حدها العلو ازاي؟ من اقوى تصحيح حصل بعد عمليه المارك داون اللي هو بدا من مستوى ال 181 حتى مستويات ال 220، وبعد كده ابتدينا نشوف تذبذب مستمر طول الفتره اللي فاتت منذ بدايه العام ما بين مستويات ال 180 لمستويات ال 220. شفنا اختراق مع تداولات الاسبوع الماضي بعد نقطه اللاست بوينت اوف سبورت، ونلاحظ كمان ارتفاعات نوعا ما تعتبر جيده في احجام التداول خلال الفتره الاخيره. بيحصل دلوقتي عمليه ريتست المستويات اللي احنا بنواجهها. طيب، ايه المتوقع لسهم بركان خلال الفترة اللي جاية؟ المتوقع هو عملية استكمال الصعود بقوة لأهداف تصل لمستويات ال 270 ثم مستويات ال 314، فتعتبر أهداف استثمارية كبيرة جدا بتصل تقريبا ممكن تصل كمان ل 40 أو 45% من قيمة السهم. طيب، الحفاظ على وقف خسارة، هو وقف الخسارة نوعا ما هيكون كبير بس مقارنة بالأهداف فيعتبر ريسك ريشيو ممتاز جدا. وقف الخسارة لينا هيكون مستويات ال 200
واربعه بالتحديد من المستويات الحاليه. اهدافنا زي ما قلنا 270 ثم 314، اعتقد ان احنا هنبدا عمليه التصحيح من او عمليه الصعود من المستويات الحاليه، واقصى تصحيح ممكن يمتد معانا ان شاء الله خلال الفتره القادمه لو تم التصحيح بصوره كبيره، فاعتقد ان هو هيكون لنقطه لاست بوينت اوف سبورت حول مستويات ال 108 خلال الفتره القادمه، ثم نبدا عمليه الصعود، فنقدر نكون مراكز شويه ان شاء الله وتكون فرصه تداول موفقه، وما ننساش الالتزام ب إدارة مخاطر جيدة بحيث إن لو تم ضرب وقف الخسارة فالخسائر ما تتعداش 3%، خاصة إن إحنا وقتها ممكن نحقق مكاسب أو أرباح لو وصلنا لأهدافنا تقترب من 25 أو 30% من المحفظة. فدي كانت فرصة جيدة على سهم بنك بركان خلال الفترة القادمة في السوق الكويتي، وأيضا ألقينا نظرة سريعة على المؤشر العام للسوق الكويتي، وهيكون معانا تحليلات لو لقينا إن الناس متابعة بشكل كويس السوق الكويتي خلال الفترة الجاية ممكن نبتدي نتابعه بصورة مستمرة إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق، كان مع حضراتكم أحمد أسامة من أكاديمية بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.